يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ بشابتر 7 اللي عنوانه Research Methodology، منهجية البحث and Research Methods وطرق البحث. مؤلفي الكتاب باديب هاي المقولة مع روجر بيكن، هذا أيضا فيلسوف بريطاني. طبعا احنا عندنا اثنين بيكن، واحد كلش مشهور اللي هو يعني مؤسس العلم الحديث، مؤسس منهجية العلم الحديث اللي هو فرانسيس بيكن. سامعين بفرانسيس بيكن؟ هو هذا اللي يعني عاش بالقرن السادس عشر تقريبا. هذا هو الساينتفك ميثودز اللي هسه فد شوية نحكي عليها، هم متطرقين لها. هو اللي أسسها فرانسيس بيكن. هذا روجر بيكن أقدم منه يعني تقريبا فد 250 سنة. هذا شي يقول there are two ways of acquiring knowledge، هنالك طريقتين لاكتساب المعرفة، one through reason the other by experiment. زين احنا الحكي مر علينا بالفصول السابقة، تكلمنا احنا بهيج موضوع. يعني اذا هسه واحد سأل حضراتكم انه شرف هاي المقولة، ها اي يعني هسه يعني القياس، اي ديتكتيف القياس واندكتيف. هسه منو من منعتهم تنتمي الى الديتكتيف ريزونينج؟ ها لا، الريزن هو الديتكتيف. الريزن الاستدلال هو قصده شنو هنا؟ الديتكتيف. فالريزن شنو قصده؟ عندنا مقدمات اللي تذكرون ايش اسميناها البريمسز، مجموعه مقدمات ونستخرج منها نتائج. وهذه قلنا شنو هي؟ عاده انتقال من الحاله العامه الى الحاله الخاصه، وعاده النتيجه سيرتن، مو بشرط شنو؟ بشرط انه يكون هيئه الاستدلال ما بيها مشكله، اللي سميناها هيئه الاستدلال سميناها الفاليديتي، مو ومادة الاستدلال اللي ما بيها مشكلة اللي اسميناها بوقتها soundness، فلازم يكون valid and sound. الطريقة الثانية اللي هي شو معبر عنها هذا روجر بيكن؟ معبر عنها by experiment، اللي هي inductive reasoning، الاستدلال الاستقرائي، مو اللي هو شو عبرنا عنه؟ قلنا هو الانتقال من الحالات الخاصة الى الحالات العامة. ودائما بيش يتصف صفة الرئيسية؟ انه دائما هو uncertain، دائما هو يعني شنو؟ بعدم يقين، لان انت ما نجرب كل الحالات حتى نوصل الى النتيجة العامة، دائما احنا نجرب قسم samples ونعمم، فدائما يصير عندنا مشكلة بالتعميم. فالمهم هذا فد مقولة هم مستهلين بها الفصل، فحاولت امر عليها. الان يجون اول شيء، اول سؤال، موضوع عنوان الفصل لو تلاحظوا Research Methodology and Research Methods، فيقولون شنو الفرق بين الميثودولوجي المنهجية والميثودز؟ يعني شنو الفرق بين نقول طريقة بحث او طرق بحث ومنهجية بحث؟ يبدو انه منهجية البحث تسبق طرق البحث، يعني منهجية البحث هي البحث في طرق البحث. واضح؟ يعني طريقة البحث انت تجي تلقي ستيبس، ما تجي تناقش في انه هاي الستيبس من وين اجت، صحيحة لو خطأ، تاخذ انه هذه ستيبس خطوات عمل مثل الرسبي، مثل بروسيجر، وتمشي على البروسيجر. هذه اذا تشتغل بهالطريقة شو يسموها هذه؟ هذه يسموها research method or methods. إذا لا تجي تريد تقيم هاي الستيبس وتحاول تستكشف إنه هذه الستيبس من وين إجت وشلون نشأت، هذه عادة شي يسموها research methodology. واضح؟ فعادة research methodology هي with philosophical aspects، عادة باعتبارات مرتبطة بفلسفة العلوم. اما الـ research methods فهي practical aspects، هي procedure. زين تمام. الان من ناحيه الـ research methods، الان من ناحيه الـ research methods يقول الابحاث تقسم الى ثلاث اقسام رئيسيه، اللي هي الـ experimental research البحث التجريبي،
و كواسي اكسبيرمنتال ريسيرش كواسي يعني شنو كانه تجريبي شبه تجريبي وعندنا السيرفي شنو ريسيرش ويتكلم عن الفرق بين الريسيرش ميثودولوجي والريسيرش ميثودز اللي هسه ذكرتها حضراتكم. اذا احنا نقبل مجموعة الستيبس كمسلمات وما نناقش بها مجرد نتبعها يعني مثلا الاكسبيرمنتال ريسيرش هذا بي ستيبس واضحة زين اذا احنا نتبع هاي الستيبس ومو في صدى تقييم كل خطوة زين هذه ريسيرش ميثودز اذا لا نفسها نريد نحاول ندرسها ونقيمها فهذه شنو هذا عادة ريسيرش ميثودولوجي تمام هذه فد نبذة عن هذا روجر بيكن. الآن أكو فد ملاحظة يذكروها مؤلفي الكتاب يقول هذا الفصل مختصر جدا جدا يعني بالحقيقة هو مختصر إلى يعني إلى درجة الإخلال ليش؟ لأن يقول الموضوع عادة يعني ما يكفي كتاب يعني عادة كتاب ضخم يلا ينطيك تصور عنه يقول فإحنا وعليكم السلام ورحمة الله لا فيقول إحنا من نجي نختصر بفصل واضح بعد الأمور إنه يعني فيقول يعني يكون الكلام موجز جدا فبالحقيقة الأمور اللي حسيتها يعني مهمة أي يعني جبت من غير مصادر عنها الآن نبدي بإيش نبدي بريسيرش ميثودولوجي أوكي الريسيرش ميثودولوجي هنا يتكلم عن أهم يعني واحدة من أهم التقسيمات للبحث العلمي للبحث بشكل عام يقول البحث يتقسم إلى qualitative research بحث شنو نوعي واضحة أي و quantitative شنو research اللي هو بحث كمي الآن سلام الله الآن يبدي بإيش يبدي بالqualitative research يقول عادة يعبر عن associated with عادة مرتبط ب use words sounds images and objects يعني لغة شنو عادة البحث الكيفي لغة شنو عادة verbal لغوية يعني ما تلقي بيه لغة رموز ورياضيات وهذه هاي أول شيء زين وبعد صفة الله من نصل إلى مرحلة الـ interpretation of data هو مو يجمع البيانات الآن يأتي إلى مرحلة تحليل البيانات مرحلة تحليل البيانات عادة شبيهة subjective يعني شنو موضوعية لو ذاتية subjective ذات يعني ذاتية مو يعني دائما بيها شخصنة يعني ممكن شخص آخر يأخذ نفس النتائج يعني نفس البيانات يصل إلى نتائج أخرى أو يفسرها تفسير آخر فإذن the qualitative research البحث النوعي أو الكيفي أولا لغة شنو أدوات شنو اصطلاحات شنو verbal oriented يعني words, sounds, image, objects وعادة مرحلة التحليل هو يكون subjective يكون بجنبه ذاتي In contrast في قباله ايش عندنا الكوانتيتيف ريسيرش البحث الكمي مو هذا اولا شنو ميزته انه ادواته شنو يعني الداتا مالته نيوميريكلي ديسكريبتيف مو دائما بياناته شنو رقميه شلون راح يقسمه الى اكسبيرمنتال وسيرفي وباست ريكوردز اكسبيرمنتال انت تسوي التجربه مو سيرفي يعني بالاكسبيرمنتال ايش قلنا احنا نعيد انتاج الظاهره بالسيرفي
احنا نلاحظ ظاهرة موجودة، يعني ما نعيد انتاجها ولا نتدخل بها، مجرد شنو نلاحظها. وعندنا الاسلوب الثالث هو الباست ريكوردز، احنا ممكن ناخذ بيانات لكن بيانات سابقة، هاي البيانات السابقة قد جاية من سيرفي سابق او جاية من اكسبيرمنتال ورك سابق. اذا بيانات، اولا الفرق بالبيانات، البيانات هنا شنو؟ نيوميريكال. بعد من نجي الى مرحلة الانتربريتيشن اوف ديتا، من نجي الى انه هاي البيانات وصفها وتفسيرها، عادة شو يكون؟ يكون اوبجكتيف، يكون موضوعي، عادة بي يعني يكون ويل فاوندد، ويل فاوندد الى الدرجة اللي احنا عندنا اسس دائما القرار، يعني عندنا اسس للوصول للقرار والنتيجة والتفسير ما نختلف عليها. واضح هذا؟ الآن ينتقل إلى فرق آخر بين من؟ بين الكواليتيتيف والكوانتيتيتيف. الفرق الآخر يقول عادة في قضية الثيوري، الباكجراوند ثيوري، احنا مو قلنا دائما احنا ايش عندنا؟ عندنا باكجراوند ثيوري اللي احنا عادة في فصولنا وين نخليها؟ عادة في أطاريحنا، في الفصل الثالث عادة، مو؟ يقول عادة بالكوانتيتيتيف ريسيرش الباكجراوند ثيوري تسبق الريسيرش، يعني انت عادة من تدخل الى البحث انت تدخل وعندك مجموعة من الباكجراوند البراير ثيوريز، لان سميناها اذا تتذكرون ها توماس كون السمان هم حكينا عليه، لان البراير ثيوريز سماهن البارادايمز اذا تتذكرون البارادايمز. زين، فيقول بالنسبة للثيوري عادة بالكوانتيتيف ريسيرش الباكجراوند وي هاف ا براير ثيوري اور ثيوريز، في حين بالكواليتيف ريسيرش عادة ماك ويل اكسبتد ثيوري، عادة هو الباحث ينشئ نظرية او فرضية بعد ما يجمع البيانات ويحللها. الان يلخصها العلاقه بيناتهم بهالشكل، نسوي جدول مقارنه. بس نبدأ باول واحد يعني الكوانتيتيف. زين، اوبجكتيف يقول الهدف في الكوانتيتيف في البحث الكمي شنو الهدف؟ هو is to test hypothesis that the research generates. يقول اولا انت عندك فرضيه وانت شو تريد تختبرها، تمام؟ لكن هاي الفرضيه ما تتعارض ويا من انه انت عندك باك جراوند ثيوريز. زين، بينما بالاوبجكتيف يقول عاده ان الفرضيه ما توضع قبل البحث، فرضيه تنشا من شنو؟ من تحليل نتائج البحث. هذا الفرق الاول. الكونسبتس الافكار، زين، عاده هنا من الباحث بالبحث الكمي افكاره تكون بشكل distinct variables بشكل متغيرات، يعني نتكلم بلغه المتغيرات، عده متغيرات شي يسميها عاده اللي تصف الاسباب او تصف الامور اللي مسيطر عليها شي يسميها ها؟ لا شو نسمين عادة؟ نسمين independent variables، مو؟ والنتائج أو التوابع consequences لها independent variables. هذه فيما يخص الconcepts، يعني أفكارنا في البحث الكمي تكون بشكل independent variables و dependent variables، وإحنا نحاول أن نوجد العلاقة بيناتهم. هنا الأفكار شنو؟ تكون هي الافكار اصلا تكون بشكل themes ideas، يعني هو اصلا عنده فكره هي مكتوبه بشكل جمله ويحاول شنو؟ يحاول ان يدافع عنها يعممها. زين، هذا في البحث الكيفي. زين، بعد نجي هسه الى المقاييس المجرز في البحث الكمي. المقاييس
systematically created before data collection. يعني عادة المقاييس معرفة ومتفق عليها ومقننة قبل مرحلة البحث. يعني الآن هسه من أريد أبحث مثلا، أنا اللي قدام متفق شنو الـ F sub C برايم، شنو بالضبط، شلون تنقاس، شنو الفاي، شنو السي، مو واضح هذه؟ فالمقاييس واضحة جدا، بينما هنا لا، عادة بالبحث الكيفي. طبعا البحث الكيفي واضح أغلب، وين تتوقعوا البحوث الكيفية؟ في العلوم الإنسانية عادة. فهنا في كثير من الأحيان الباحث هو يضع المقاييس أثناء مرحلة البحث، وهذا هو اللي يخلي البحث، إيش قلنا البحث اللي هو الكيفي شبيه قبل شوية ذكرنا، سوبجكتيف ذاتي شخصي، لأنهم أصلا حتى ما متفقين على مقاييس فيكون سوبجكتيف. زين، الداتا الآن البيانات اللي حصلها، يلا في البحث الكمي ايش تتوقعون البيانات شو تكون؟ رقمية، مو numbers، وبعد precise measurements، precise، اوكي precise. فد شوية وراح يحكي عن شنو الفرق بين precise و accurate. شنو الفرق بيناتهم؟ اي هن اثنين يصفن الدقه، بس شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق اقول بريسايز وشو الفرق اقول اكيوريت؟ اوكي، اذا نروح للكواليتيتيف، كواليتيتيف البيانات عاده شبيهه بشكل وورد، كلمات، دوكيومنتس، مثلا واحد مؤرخ ايش عنده؟ بياناته وثائق، مو صحيح؟ اوكي، observations، transcripts، مخطوطات والى اخره، تمام؟ زين، نجي للثيوري. الثيوري في الكوانتيتيف، الثيوري عاده هي causal، عاده النظريه هي شنو؟ نظريه سببيه. يعني هنا الباحث ايش يدعي؟ يدعي ان العلاقه بين الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل شبيهة كوز اند افكت. من الكوز فايل اندبندنت، ومنو الافكت هو الديبندنت. شنو بعد عندكم رمضان لو انتهى؟ اي زين زين، هو ليش هو اكو تصور لعلاقه اخرى بين الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل، حتى احنا نقول انه العلاقه واحد من اشكالها هو الكوز اند افكت. ليش اكو علاقه ثانيه متصوره؟ يعني ثاني انا من اجي عندي واي ومرتبط باكس، هذا الارتباط اللي تصفت داله، انا هسه كانما جاي اقول يعني واحد من اشكال الارتباط هو الكوز اند افكت. ليش اكو ارتباط ثاني؟ مو اخذناها، اي اكو الكوريليشن، كوريليشن مو كوز اند افكت. زين، بيناتهم علاقه، هاي العلاقه من وين جايه؟ جايه انهم قد يكونوا نتيجتين لسبب ثالث. زين، فهنا عادة النتائج اللي نحصل عليها في الـ quantitative research عادة هي نتائج cause and effect، بينما بالـ qualitative research مو قد تكون cause and effect أو قد تكون non-causal. non-causal شنو يعني بعد؟ يعني correlation، أكو ارتباط ما، بس إحنا ما جاي نقدر نقول هل هو سبب أو نتيجة، أو إنه الأمرين أو الأمور المرتبطة مع بعضها قد تكون نتائج لأمر آخر. زين، بالنسبة للبروسيجرز لخطوات البحث عادة تكون ستاندرد، مو عادة تكون قياسية منظمة. شنو؟ ريبليكيشن، قابلة للإعادة، أوكي أي، بينما هنا عادة تكون بارتيكولر، تكون يعني بها خصوصية، و
الريبليكيشن شنو difficult واعادتها صعبة. زين بالنسبة لطرق التحليل أسوى كأنما جمع البيانات. بالنسبة للأناليسيس بروسيجر طبعا من عندنا كوانتيتيف ريسيرش شنو الأداة الرئيسية؟ الرياضيات حتى قبل الإحصاء مو؟ أي بس هو عاشي قال أولا statistics using statistics. زين شلون بعد ما نحللها شلون نظهرها؟ نظهرها بشكل tables charts مو؟ أوكي وأهم شيء إنه هاي البيانات بعد إظهارها هي related to hypotheses hypothesis or hypotheses. لأن إحنا قلنا شنو الفكرة؟ عندنا فرضية أو فرضيات نحاول أن ندافع عنها. زين الاناليسيس بروسيجر بالبحث اللي هو كواليتيتيف البحث الكيفي اي مو هو عاده اكستراكتنج ثيمز استخلاص النتيجه مو بالضروره من تحليل. يعني الان المؤرخ الاديب اللي يسوي بحث ما راح يسوي تحليل احصائي حتى يصل لمن الى النتيجة لا بأساليب جدلية راح يصل يعني ياخذ خلاصة هذه معبر عنها extracting شنو themes أو شنو or generalization أو تعميم يعني هو دارس حالات خاصة يعممها على حالات عامة. زين الآن البحث في الهندسة ايش تتصوروا من يا نوع؟ فأول شيء ثبته يقول most research in engineering is quantitative. اوكي واضحة. زين يقول المهندسين اغلب المهندسين هم بما انه اغلب البحوث في الهندسة هي quantitative ذات طبيعة شنو كمية فهم أكثر ألفة للبحوث الكمية من البحوث الكيفية. زين فالباحث عادة بالهندسة بحثة كمي فعادة شلون يبدأ؟ يبدأ بديزاين of experiments يبدأ بتصميم التجربة مالته. شنو يعني تصميم التجربة؟ مثل ايش هسه؟ ها يعني مثلا هسه مثلا بالتربه يعني مثلا شنو مثل ايش اولا يحدد المتغيرات اللي راح يدرسها يحدد السكيل اللي راح يستخدمه مو واضحه يحدد ادوات القياس زين كم نموذج هذه كلها شيء يسموها ديزاين اوف اكسبيرمنت واضح هذا. فيقول عاده في البحوث الكمية بالquantitative research شلون يبدأ البحث؟ يبدأ بالdesign experiments وبعدين صار هسه عدة تصميم تجربة. زين مثلا أبو الإدارة من ما يشتغل بهالطريقة هنا إيش راح شي قابل هاي بالdesign experiment ها؟ أي بالضبط يعني إعداد السيرفي ماكو design of survey والquestionnaire هو design of experiment. بعدها ايش راح تبدي تلقائيا من ناحيه منطقيه ايش تبدي الداتا جاذرينج يجمع شنو البيانات راح يسوي العملي يجمع البيانات. زين اي هاي الامور اللي هي تصميم التجربه وجمع البيانات ايش بيها عاده تكون ستاندرايزد وريبيتد يعني اوكي الان يقول من تجي لي لكواليتيتيف ريسيرش عادة تصميم التجربة وجمع البيانات أعقد. ليش؟ لأن أنت ما راح تلقي ستاندرد متفق عليها يعني مفروغ من عدها فراح تضطر تجتهد وأكو أمور قرارات مهمة أنت تتخذها شخصيا فالمسألة تكون أصعب. الآن يقول الآن وعليكم السلام الآن يرجع للكوانتيتيف اللي هو في
اللي هو شغلنا احنا بالمهندسين. يقول عاده الكوانتيتيف بالهندسه مو فقط هو يعني هو الدومينيت، لا اصلا كل 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 جماعه فرع وتخصص هندسي هم عندهم اسلوب عمل يشتغلون به. يقول لذلك انت عادي تلاقي واحد يكمل دراسه وتطلع تروح تزينه هو ما ماخذ مثلا ريسيرش ميثودولوجي او ريسيرش ميثودز. يقول لي هو شلون راح يشتغل؟ يشتغل بالطريقه اللي يشتغلون بها اقرانه واللي يشوفها بالبيبرات، هذه هي كانما الرسمه البروسيجر. انت دا مثلا تشتغل ستراكشر، هل الستراكشر هيك يشتغلون، تشتغل سويل هيك مواد هيك واضحه هذه. يقول هاي شنو عيبها؟ يقول هاي عاده عيبها اذا اكو فد ديفيشنسي، فد مشكله، فد خطا، هذا الخطا راح يتكرر من طالب الطالب، لان يعني بعد ما حد يفلتر هذا، هم كلهم ما يعني كلهم ما جاي ياخذون هيك كورس، زين؟ فيشوف جماعته شلون اشتغلوا ويشتغل مثلهم، فاذا اكو خطا يمشي. زين الان اكو فد شارت، هذا الشارت من فد كتاب، هذا هو الكتاب طبعا من اشهر كتب الريسيرش ميثودولوجي اللي هو المؤلف مالته اسمه رانجيت قمر. هو الكتاب اسمه Research Methodology A Step by Step Guide for Beginners. هذا تشارت بتقسيمه شوية يعني أوسع للبحث العلمي. يقول البحث العلمي ممكن تقسمه من خلال ثلاث معايير. أولا من معيار الابليكيشن، من معيار التطبيق، فممكن يقسم إلى Pure Research بحوث صرفة، وإلى شنو؟ applied research بحوث تطبيقية. من ناحية الobjectives، من ناحية أهداف البحث، ممكن يتقسم إلى descriptive research اللي هو شنو؟ يعني دوره يصف ما يفسر، فقط يوصف. أي. وممكن يتقسم إلى exploratory research استكشافي. زين. ممكن يتقسم إلى explanatory research تفسيري، يعني انت مرة تستكشف الشيء لكن مو في صدد شنو تفسيره، واضحة؟ ومرة تستكشفه وتفسره. زين من تفسره يعني شنو تفسره الان؟ يعني الان مثلا انت الان اكتشفت انه اكو علاقة بين الاب سب سي برايم واليانج موجولوس، كل ما يزيد الاف سب سي برايم شيء يزيد اليانج موجولس، تمام؟ اي اوكي. هذا اذا انت توقفت لهالمرحله فقط استكشفت العلاقه. اي هذا شيء عبر عنه هو اكسبلوتري. اي اكسبلينتري تفسيري يعني شنو؟ هسه لازم تجي تقول هل هاي العلاقه هي علاقه كوز اند افكت او شنو؟ او كوريليشن. فواضح ذنش ليش مخلي واحد مقابل الاخر؟ مو زين. من خلال الان الطريقه الثالثه اللي هي الانكوايري مود، مو يعني نمط البحث، فيقول يتقسم الى كوانتيتيف وشنو وكواليتيف. فشوفوا اللي حاكي الكتاب يعني جزء كلش مختصر قياسا بالموضوع ككل. الان عنده فد مساله مهمه، يقول هذه التقسيمه هل هي mutually exclusive يعني مانعة الجمع، يعني إذا قسم، يعني إذا صنفنا تصنيف معين ما ممكن نصنف تصنيف ثاني وثالث؟ لو not mutually exclusive شو تقولون؟ ها شلون يعني ممكن البحث يقع بأكثر من تصنيف؟ ممكن، مو يعني من ناحية التطبيق نصنفه applied، من ناحية الobjective نصنفه correlation، مو من ناحية المود نصنفه quantitative، مو صحيح؟ فإذا هذا التصنيف مو mutually exclusive. زين الآن بالمناسبة هسه هاي واضح، هذا هاي قلنا انتم بعد اتفقنا احنا عادة من أني أكتب إذا جايبها من غير مصدر أو أخليها ستار. فالآن أكو موضوع مهم
اللي هو الآن إحنا حتى نصنف إلى qualitative وشنو وquantitative، إحنا لازم بالبداية لازم نعرف إنه إحنا شلون نستخدم الرقم أصلاً، يعني بكم طريقة إحنا ممكن نستخدم الرقم أو ممكن نستخدم measurement scales. أوكي، إحنا نستخدم measurement scales أو بعبارة أخرى نستخدم الأرقام بأربع طرق. أربع طرق. الطريقة الأولى nominal، يعني نستخدم الرقم وتكون دلالته دلالة اسمية nominal اسمي، ونستخدم الرقم باستخدام ordinal رتبي، ونستخدم الرقم بشكل interval، ونستخدم الرقم بشكل ratio. فكم استخدام إذن عندنا للأرقام؟ أربعة. نبدأ نسب واحد واحد nominal. الرقم هنا يكون دوره دور الاسم، يعني ماكو اي معنى للجمع والطرح نهائيا. من تخلي الارقام واحد بصف الله ما تقدر تعرف منو قبل منو. مثل ايش؟ مثلا ارقام كارت الشحن مال موبايل، انت الان جبت كارتين مال الشحن مال نفس الشركه وحكيتهن وباوعتهن، من تجي تباوعلهن تقدر تستنتج انه منو صدر قبل منو؟ ها تطرحن، تطرحن، اكو معنى الطرحن، تجمعهن. بس ان الجايات يسوون جايات ينطن اي دي، ينطن هويه للكارت، فان الجايات يشتغلن شغل الاسم، مو صحيح؟ واضحه؟ اي مو اي يعني اسم بالضبط، سمه اسم، يعني بدل ما يكون هذا الاسم يكون فيربال يكون نيوميريك. واضح هذا؟ فاول نوع من الاستخدام هو النومينال. زين، هذا لا بي رتبه ولا بي صفر. النوع الثاني هو الاوردينال. الاوردينال بي رتبه بس ما بي صفر. الاستخدام الثاني للرقم الاوردينال انه يكون بي رتبه لكن شنو؟ ما بي صفر. مثل ايش؟ مثل ارقام القاعات. انت هسه من تسمع القاعه 202 ايش تفتهم انه هي وين بيها طابق؟ ها؟ بالاول بالقسم مالتنا، مو صحيح؟ وين صايره؟ على اليمنى لو على اليسرى؟ على اليمنى. مثلا من تسمع 204 تقول 200 يعني بالطابق الاول مثلا، مو صحيح؟ ها؟ اي الاول هو الارضي ذاك. اي 4 يعني على اليسرى، مو صحيح؟ 107 مثلا بالطابق الارضي على اليمنى. الان بهاي هذا التصور، هذا استخدام الرقم، تخيل انه اكو صفر، شنو معنى الصفر؟ تقدر اصلا تتخيل معنى صفر بالموضوع هنا؟ لا، ما له اي معنى. اوكي، اي طفوا كيف. اذا هنا هاي الارقام انطتك تصور على الرتبه، جاي تقول لك منو فوق منو جوا منو على اليمين منو على اليسار. لكن اكو معنى للصفر؟ لا. اي هذا شو يسموه هذا؟ هذا الاوردينال. زين، الاستخدام الثالث الانتربل هذا بي رتبه، فيشبه منه يشبه الاوردينال ما يشبه النومينال، يعني الى القدره انه ينطيك تصور عن الرتبه. وبي صفر فهنا امتاز عن من؟ عن الاوردينال، لكن صفره كاذب، صفره كاذب. زين، اوكي. زين، شنو يعني صفر كاذب؟ مثال واضح، يعني اكو فد مثال ببالكم على الصفر الكاذب؟ هو شنو يعني الصفر الحقيقي اصلا؟ اي لا، احنا قلنا اكو هنا صفر. اي
أي. لا، هو الصفر الكاذب والصفر الحقيقي جبرهن نفس الجبر. الصفر الحقيقي معناته الظاهرة ما موجودة. من تقول صفر يعني غياب الظاهرة. يعني أنت الآن الصفر في الأرقام الطبيعية، هاي الأرقام اللي تعد بيها 1 2 3، مو مثلا تعد أقلام. من تقول صفر معناته شنو؟ معناته ماكو قلم، هذا صفر ايش بيه؟ حقيقي. لكن اذا تقول انه اني راح اجي اشتغل هاي البنايه، اعتبر الكيرب ستون اليفيشن صفر، هذا صفر حقيقي لو وهمي؟ هو الكيرب ستون ما بي منسوب، يجي شخص اخر يقول انا اعتبر السي ليفل هو الصفر، هذا ايش قد راح راسه راح يقرا الكيرب ستون؟ يقرا فد 32 33 متر مثلا، مو صحيح؟ فهذا الصفر ايش بيه؟ كاذب. فالصفر الكاذب هو صفر يحوي على الظاهرة، الظاهرة ما تنعدم. الصفر الحقيقي تنعدم به الظاهرة، واضح هذا؟ فإذا الصفر كاذب، المقياس شو يسموه؟ يسموه الانترفال سكيل. إذا الصفر حقيقي يسموه ريشنال سكيل. فصار عندنا كم مقياس إذن؟ 4. نومينال، الرقم يؤدي بدور الاسم، زين، وما له القدره على انه يعطيك رتبه. وعندك اوردينال، اكو رتبه لكن ماكو معنى للصفر. عندك انترفال، اكو رتبه ويوجد صفر لكن الصفر ايش بيه؟ كاذب. وريشنال، اكو رتبه واكو صفر والصفر حقيقي. زين، هسه بقى سؤال، انه ليش هذا بالصفر الكاذب يسموه انترفال وليش ذاك يسموه ريشنال؟ شو تقولون؟ يعني اذا معناته يبدو هيك، يبدو اذا الصفر كاذب، اذا الصفر كاذب يقدر يوصف فترات لكن ما يقدر يوصف نسب. اذا الصفر كاذب يقدر يوصف فترة لكن ما يقدر يوصف نسبة. والدليل ليه سموه انترفال؟ انترفال يعني فترة. اي، خلينا نشوف بلا الحكي صحيح. مثلا ناخذ مثال على الصفر الان الكاذب. الصفر الكاذب مثلا الصفر السيليزي كاذب، مو صحيح؟ لان انت عندك حرارة، بالصفر عندك حرارة، اللي هي الحرارة اصلا شنو هي؟ هذه ال molecular movements، مو هذا اهتزاز الجزيئات هو هذا الحراره. فانت بالصفر عندك حراره، مو صحيح؟ الان الان الصفر الحقيقي من هو؟ الجلفن اللي هو ناقص 237، هناك يصير صفر حقيقي. شنو يعني صفر حقيقي؟ يعني هاي المولكيولز الجزيئات بعد ما تهتز توقف، تفقد طاقتها الى الدرجه اللي تتوقف. زين، الان انت اجيت وقلت انا عندي درجه حراره 20 وزادت صارت 30، مو الان الدلتا تي بالسيليزي ايش قد؟ 10. الدلتا تي بالجلفن ايش قد؟ هم 10، مو صحيح؟ لان انت من راح تحرك نقطة البداية الدلتا تختلف لو نفسها بقت. ها؟ تبقى نفسها ثابتة، ها؟ مو تبقى ثابتة لو واضحة؟ يعني انت الان لزمت هذا الصفر اللي هو كان شنو تقول بدلالته 20 و30، اوكي؟ دفعته ناقص 273، مو صحيح؟ اي، انت من تحكي دلتا انت تحكي مشتقه غير مشتقه، هي مشتقه الثابت شنو؟ صفر. فهذا الحركه المقدار الثابت اللي ضفته او طرحته ياثر بعد؟ لا، مو صحيح؟ فاذا هسه اذا انت مهتم بالدلتا تي، مو مهتم بالدلتا تي، فبالتالي تفرق عندك انه انت تشتغل سيليزي بالصفر كاذب او تشتغل جلفن بالصفر حقيقي؟ لا، مو؟ فاذا الديفرنسز يقدر يوصفها، فمن هنا سموه انترفال.
الفترات يقدر يوصفها. زين، لكن الآن هسه أفكر بهالشكل التالي، كانت درجة الحرارة 10 مئوية وصارت 20، الآن هسه لو واحد سألك ايش قد نسبة تغير درجة الحرارة، نسبة في تغير درجة الحرارة، ايش راح تقول؟ ها؟ تقول 20 مو على 10 مثلا، ايش قد هذا؟ تضاعفت درجة الحرارة، بالسيليز تضاعفت، بينما بالجلفن انت راح تقول 20 زائد 273 على 10 زائد 273 يطلع التغير شنو؟ اتش نوثينج يطلع، مو صحيح؟ اي واضح؟ فقدر يوصف النسبه؟ لو ما قدر يوصف النسبه ليش؟ لان الصفر هسه يا النسبه الحقيقيه النسبه السيليزيه لو النسبه ام الجلفن مال الجلفن، لان الصفر حقيقي، فالصفر الحقيقي هو الصفر اللي يستطيع ان يصف النسب، الصفر الكاذب هو يستطيع يصف الفترات لكن لا يستطيع ان يصف النسب. ها تضحك؟ واضح؟ باي عندنا اربع مقاييس، هاي ملخص اذني. زين؟ إيه؟ وعليهن امثله، عود الامثله يعني انتم اقروها امثله. زين؟ يعني مثلا هسه انت اذا تشتغل لايف لود مثلا، هذا اللايف لود شنو؟ هل هو يعني انت مثلا مهندس انشاءات وتريد تسوي بحث او تريد تتعامل مع اللايف لود، بس اللايف لود شنو؟ نومينال، جيت وانطيت لللايف لود قلت مثلا اللايف لود 5 كيلو باسكال مثلا، هذا شنو؟ نومينال، اوردينال، انترفال، لوريشنال. بيرتبة لو ما بيرتبة، يعني الخمسة والأربعة تقدر تعرف منو أقوى ومنو أضعف؟ ها؟ أي راح النومينال مو؟ صارت أوردينال، واضحة؟ أكو صفر لو ماكو صفر؟ تقدر تتخيل الصفر؟ إنه لايف لود صفر؟ أي شنو المشكلة ما؟ أي واضحة؟ أي فمعناته منو اللي راح؟ راح الأوردينال، أوكي؟ هسه بقى إذا الصفر حقيقي فهو ريشنال. إذا الصفر كاذب فهو انترفال. الصفر الحقيقي شنو الصفر الحقيقي؟ إنه الظاهرة تختفي. بس أنت من تقول لايف لود صفر يعني شنو؟ يعني هاي مثلا القاعة ما بيها أحد، مو صحيح؟ فالظاهرة اختفت، فإذا هو شنو؟ هو حقيقي فهو ريشنال. هاي راح تلاقون اكو مثلا مثال على الفاي، مثلا أنت إذا تقيس الفاي، هل الفاي هي شنو؟ يا مقياس من المقاييس هاي. هذه شوفوا عندكم هم مسائل اثنين امين. شوفوا هسه اللي هنا اكو سؤال، هذا اللي هو معبر عنه بالكتاب، معبر عنه الريسيرش ميثودولوجي، هو مكتفي بايش؟ مكتفي فقط بالتقسيم البحوث الى كيفيه وكميه. زين، وطبعا التقسيم الى كيفي وكمي كلش يعتمد على السكيل. شو العلاقه؟ ها؟ على السكيل، يعني انسان ليش حكيت على السكيلز؟ لان السكيلز الى علاقه بالكيفي والكمي. شلون؟ مثلا يجي واحد هو بحث اصلا كيفي، الان يجي يبدل الكلمات. زين، مثلا هو يبحث بالروايات، الروايات البوليسيه والروايات غير البوليسيه مثلا. زين، يريد مثلا يعرف انه منو مبيعاتها اكثر منو. الان ايش قال؟ قال بدل ما اقول الروايات البوليسيه والروايات غير البوليسيه، خلي اعطي للروايات البوليسيه رقم واحد وانطي للروايات غير البوليسيه رقم اثنين. الآن تحول بحثه من qualitative، من بحث كيفي إلى quantitative، إلى بحث كمي، لو بقى كيفي. ها؟ دخل مو قال أنت ذيك بد، ها؟ أي شو تقولون؟ ليش ما غير؟
لان الرقم من دخل هنا دخل شنو؟ دخل نومينال نومينال واضحه؟ دخل نومينال دخل هو صحيح شكله رقم بس هو يؤدي اداء الكلمه المفرده مو صحيح؟ اي لان هو هسه من راح يطرح يجمع يعني انت تطرح طلع لك واحد شنو يعني الواحد شنو معناه؟ جمعت طلع لك ثلاثه، ثلاثه شنو معناه؟ مو صحيح؟ اي واضح؟ اي فواضح العلاقه بين انه بين تصنيف البحوث الى كوانتيتيف وكواليتيف وموضوع السكيلز العلاقه وثيقه، العلاقه وثيقه، يعني القصد انه انت ما تنتقل من بحث كوانتيتيف من بحث كواليتيف الى كوانتيتيف بمجرد ابدال الفيربال ديسكربشن بنيوميريكال ديسكربشن، هاي ما يبقى بحث كيفي، ما يصير بحث كمي، اوكي؟ واضحه هاي الامور؟